مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكم الى قاعة المونستير بن جنات، القاعة اللي تذكري شوية مغرومين بالباسكيت يتذكروها، نذكر الاتحاد المونستيري يرجع مباراة الشبيبة القيروانية يلعب في القاعة الجديدة نتاعو، لا فيها مش جديدة عندها 15 سنة، ونتوضو القاعة المأوى وقال المجال باش يلعب في قاعته القديمه لتوني تحضر الاشغال في قاعه المونستير الجديده. انتهى الشوط الاول، اربع نقاط الاتحاد المونستيري 44 40. ذكروا نلعبوا الجوله الثالثه من مرحله تتويج البطوله الوطنيه لكره السله، زوج جولات كل فريق زاره والمستير فاز في المباريات. النجم الاتحاد المونستيري فاز في المباراه الاولى على ديريك درومبيليا 96 60، وفاز في المباراه الثانيه في القيروان 79 66. الزهره الرياضيه فازت في اللقاء الاول في قاعتها 90 71 على الملعب النابلي، وفازت في اللقاء الثاني على ديريك درومبيليا 93 71، تقريبا قبلت 71 نقطة بالضبط في زوج مباريات الأولانية. الزهرة الرياضية الاتحاد المونستيري قبل 60 و79 في الزوج جولات الأولى. الاتحاد المونستيري يتصدر بحكم أنه عنده البوان تاع البونوس اللي ربحوا بعد مواجهة الزهرة للريتور، خمس نقاط، ثم الزهرة أربع نقاط، نجم الراتسي ثلاث نقاط، الشبيبة ثلاثة، الملعب النابلي نقطتين، وديليت برومبيليا نقطتين بعد هزيمتين. برنامج اليوم ملعب النابلسي شبيبة القيروان ديليت كرومبيلي نجم الراتسي، وقمة القمم الاتحاد المونستيري الزهرة الرياضية. نعاود نرحب بالمحلل الفني المدرب صديقنا زهير قرعلي. زهير مرحبا. الله يسعدك. الاتحاد المونستيري والزهرة الرياضية ان بوان كومون، زوج فرق زوج مدربين باتريك سابا وصفوان الفرجان يستعملوا 8 ملاعبين، رغم انه عندهم 10 11 ملاعبين تريو نيفو اللي نجموا يلعبوا مباراة في المكة. حتى توا لي روتاسيون كانوا خفاف، 8 برك شاركوا سواء في الزهرة ولا في الاتحاد المونستيري. صحيح ربيع، لكن كيف نشوف نلقى الى حد الان الكوارتر الاول والثاني، يعني الاداء هجومي كان باهي، معناتها لما نشوف 44 40 بكري ما شفناش نجاعه، معناتها هذا سمح. بالنسبه على المستوى الدفاعي نحسوا فما الحاجه اللي راه فيها اليوم ما كنتش راه فيها في تونس عندي العديد من السنوات، تحس فما كوتشين، فما دو كوتش يتنازعوا، هذا ياخذ اربع نقاط والثاني ياخذ، لانه فما لوكس نتاع تعلم لاعبيه خليك تخدم مرتاح وتطبق التعليم، تطبق السيستم دو جو نتاعك. صحيح. بالنسبه لكل مدرب قاعد يدافع، بالنسبه للاتحاد المونستيري قاعد يحاول على اللعب الداخلي، وبالنسبه للزهراء الرياضيه تلوى على التصويب في ثلاث نقاط، حتى من لاعب البيفو نتاع الفريق اللي هو دومينيك وصوب في ثلاث نقاط ثلاث مرات، سجل واحده في حين اللي ضيع اثنين، لكن هذا ما يمنعش بانه جاب الخطر الفريق اللعب الخارجي للاتحاد المونستيري للزهراء الرياضيه، في حين نلقاو لاعب داخلي اغلبيته لاتحاد المونستيري، الزوز دارسين بعضهم. تنطلق الفترة الثالثة، أربع نقاط للاتحاد المونستيري وبوسيسيون لين للزهرة الرياضية. شنوفي إن أند أوت، المتابعة من مراد المبروك، فماش بوكس أوت في الاتحاد، يعاود ياخذ دوزيام بال للاتحاد المونستيري، سكة ميمو شنوفي والعرقجي اللي يبدا ستارتير في هذه الفترة الثالثة في أول مباراة. خير صفوان أنه يلعب باجوك، ثم الآن في الشوط الثاني خير أنه يبدا بوائل عرقجي ومعه مختار غيازك، يلعب عرقجي يلعب مع مختار غيازك، يلعب أتر ماجوك، يدخل بلوتو مرناوي في البوست في الاتحاد المونستيري. بالنسبة للزهرة الرياضية بدأت بنفس الفريق اللي بدأ به اللقاء، اللي ميم ستارتير اليوم شنوفي عباسي دونتي جرين أحمد اللذيف ومراد المبروك. فاول خطأ صحيح، لكن الراول اللي مدرب الزهراء الرياضيه رجع للدفاع المحاصره فرديه على نصف الملعب وبالتبديل، لكن الابقاء على لاعبي الارتكاز اللي هو اللاعب دومينيك واللاعب عباسي دائما نلقاهم موجودين تحت الباسكت، وهذا هو اللي مش يقلق الفريق الاتحاد المونستيري، لكن لا فيفاسيتي دواء العرقجي ونشوفوا لي بيك اللي يخدموا فيهم على الاكستيريور، اذا كان التصويب مش يكون ناجع من داخل الباسكت للاعب الارتكاز تاع الاتحاد المونستيري مش يلقى مشكل، الاتحاد المونستيري مش يلقى مشكل، او بدينا نحسوا بالتعب على ما اظنوا لي ترن اوفر الموجودين، هذم احسن دليل على هذا. ينجح رضوان سليمان هذا القيدون. عندنا الاستاتستيك اوفيسيال تاع الشوط الاول، بعثوا لنا صديقنا ناجي رحيم لاعب الاحصائيات،
نوجه له تحية. تم اول بريك نعطيكم بعض الاحصائيات، نرجعوا للقاء. خطا ضد وائل عرقجي بعجاله، بوينتس فروم تورن اوفرز، يعني النقاط اللي تجي من كرات ضايعه، 14 نقطه للاتحاد 8 للزهره. بالنسبه للبوينتس ان ذا بينت، يعني السلات اللي داخل المنطقه 16 للاتحاد المنسيري 12 للزهره. هذا اللي حكينا عليه. بالنسبه للسيكند تشانس بوينتس، يعني السلات اللي تجي على الكرات الثانيه وعلى المتابعات، بالاخص بخدام عباسي، 5 نقاط للاتحاد المنسيري 10 نقاط للزهره. هذا اللي حكينا عليه. برشا دوزيام سوبر نوتامون مع العباسي. مع العباسي حكينا عليهم هذا. بالنسبه للفريق، سامحني جوست نكمل هذه ونعرف. نكمل هذه ونسكر الستاتيستيك. البنش بوينتس 12 نقطة للاتحاد المنسيري، نقطتين فقط للزهرة. 12 نقطة كاملة للاتحاد المنسيري، يعني النقاط القادمة من البنك. صحيح. ورغم انهم اللي دخلوا سي دي فالور مرموح لكريس، لكن نقطتين برك جاي من البنك الزهرة في لقاء اليوم. نحكي على الشوط الأول. لكن ربيع لما نشوف الشوط الاول نلقاو بالنسبه للتصويب فيه 3 نقاط، نلقاو فريق الزهره 7 على 13 يعني 54%، في حين الاتحاد المنستير 4 على 11 36%. وبالرغم هذا نلقاو الاتحاد المنستير متقدم 9 نقاط في الوقت هذا، يعني كمل 4 نقاط. بالرغم هذا كله نلقاو فماش النجاح نتاع التصويب فيه 3 نقاط في المنستير. بالرغم هذايا نجم اتحاد المنستير باش ياخذ الفارق هذا 9 نقاط. دفاع جيد من مكرم بن رمضان على دونتي جرين، يعمل البلوك مختار غيازه بيك اند رول كلاسيكيه، ثم يعمل البلوك شوت دونتي جرين، لكن ياخذ السكند شانس مختار غيازه وينجح ويعطي اعلى فارق في المباراه. يظهر لك كل اعلى فارق في المباراه ككل 11 نقطه، يظهر لي مارينيش اخوان سواء للزهره ولا الاتحاد المنستيري، اعلى فارق ياخذوا بعد السله الاخيره للمختار غيازه اللي جات من متابعه من الحاجات تقريبا اللي مثلوا نقاط ضعف في الاتحاد الشوط الاول. لي دوزيام بال اوفونسيف هما اللي تقريبا خلاو الاتحاد المنستيري الان ياخذ 11 بوان، ياخذ 11 نقطه فارق. الاتحاد المنستيري يركز برشا على اللعب الانسايد جيم مع برشا الداخل. زارا اللي تي بلوز اكيليبري، لعبت تقريبا قد البرا قد الداخل، لقات برشا نجاح على البرا برشا. الاتحاد المنستيري بحكم انه اعلى من الزهره في طول القامه، تقريبا دو بوسيسيون على 3 يفاو على مكرم او مختار او اثر مجد. لكن بالنسبه لتو بالنسبه للوقت المستقطع اللي خذاه فريق الزهره، على ما اظن يلزم يغير في الدفاع نتاعو اولا، وثاني حاجه هو اللي على مستوى الهجوم اصبح ليس هناك البيك اللي كانت تخدم فيها الزهره باش يطلعوا اللاعبين فيكساسيون دون لي زانترفال وتخريج للتصويب في 3 نقاط. هذا سكر عليه صفوان الفرجاني، تحسب له. على ما اظن في الدفاع الضاغط هذا اقلق الفريق الزهره. فريق الزهره لما نغزلوا نلقاو اغلبيته الاربعه اللاعبين موجودين، ظهر لي ما نجموش باش يكملوا، عندهم عندهم 27 دقيقه مش بالسهل، اللي هو اللاعب الضيف اللي هو مبروك اللي هو الشنوفي ما خرجش من الملعب، وعباسي يعني نتصور لو كان غيروا اكثر يغير اكثر في اللاعبين، وعنده البنك تاعه معبي ينجم يلقى النجاعة ويرجع الأداء. جوستومون هذا أكد الإحصائية اللي أعطيناها 12-2 على البنش فايت في الشوط الأول. يعني أنا نتصور بعض التغييرات، راه العباسي ديما مسكر الوسط، لكن بالرغم هذايا المشكل الكبير جاي حاليا من وائل عرقجي. وبالنسبة لل عبادة هما الزوز يلعب دو بلاي ميكر، يعني فنيا باش تحصرهم ديجا صعيب. صعيب. و سي دي جوار اللي عندهم اون فيزيون دو جو عبيده، هذا هو يلعبوا برشا يلعبوا برشا بدخاخهم. في المقابل الزهره عندها لي زاتو نتاعها في لي بوست 1 و 2، كي نحكيو على احمد نظيف ومراد المبروك كيف كيف، لكن 11 نقطة الان للاتحاد المنستيري، ثم هذا اللي ينجح وائل عرقجي ويزيد يعمق الفارق 14 بعد البوت باك اللي عملها مختار غيازة. والمتابعة يجي الثلاثية من وائل عرقجي يعملها بلوس 14 الآن. كرة زهراوية بيك اند رول عباسي درايف اند كيك لعب البرة، ثم الاكسترا باس لمراد المبروك محاولة ايصال الكرة للعباسي مقطوعة من وائل عرقجي. تومبوريزي وائل عرقجي ثم يخير يلعب لاتاك بلاسي عمر عبيدة متحرر اوبن شات على الكورنر يسدد تضرب على السلة. دونتي جرين يعمل بوكس اوت ياخذ الربو يلعب مع احمد الضيف 6 دقائق و24 ثانية 53 40
والزهرة الرياضية ما زلت ما سجلت حتى نقطة إلى حد الآن بعد أربع دقائق اللعب، لأنه ريوسيت ما فماش، كذلك لأنه الاتحاد المنستيري يلعب فيك معناه يلعب دفاع قوي للغاية في الأثناء من لونجل زيرو كالعادة. زياد الشانوفي خلينه شوية فضا شوية هو في اللونجل زيرو، فإنه لاعب ينجم يدور لك فاسيلمون في 50% وقت اللي يلقى روحه أون أوبن شات. زياد الشانوفي، رضوان سليمان يعمل ليربول في دين تونتي جرين، طلع كرة مراد المبروك 10 نقاط 53-43 مبروك. يلعب مع جرين، معها مكرم بن رمضان يسدد من مسافة متوسطة، ثم المتابعة لمن يقول الحكم تبقى للزهرة الرياضية. دونتي جرين يخرج، كريس كراوفورد يرجع أمريكي بأمريكي لكن مش نفس المركز. أنت ككوتش إذا عندك الكونترانت في البطولة التونسية أنك تنتدب زوز ملاعبية وزوز جانب ويلعب واحد برك، أنت تخير أنه تجيب زوز في نفس المركز وتخلي استراتيجية جو نتاعك وتقوي الداخل بملاعبية تونسة، ولا العكس، ولا تخير تلعب مركز بمركز وتخيل الاستراتيجية حتى على شوف الفيزيون نتاعك على ثقافة عامة. المشكل اللي هو موجود بالنسبة لسؤالك سؤال وجيه، يعني أنت والموضوع اللي عندك تو نغزر احنا بالنسبة للمنستير جابت لاعب أجنبي وائل خلق حطت معاه اللي هو غيازي عنده لاعبي ارتكاز بالطريقه هذه نجم نجيب، وعنده لاعب البيفو اللي هو ماجور واللي هو ريناه الحين هذا قابل باش يسخن، يعني عنده زوز مواصفات نجم يلعب بهم. بالنسبه للزهره يعني مثل التغيير اللي قام به وانت عندك فريق قصير مقارنه بالفريق المنافس اللي هو اتحاد منستير، انا راه خطا فادح ربما يكون يعني هذا التغيير هذايا ينجم يعمق العشرة نقاط إلى ما أكثر، وما الحين عشرة نقاط ينجم يمشي أكثر. ويقول لك باتريك سابا يقول لك أنا كنت 14 بونتو توا 10 نقاط وكوسي عند الاتحاد المونستيري، يقول لك محتاج ديسكورير أكثر لبرا، يمكن سي أن ريسك اللي خلاه كالكولي يمكن. صحيح، لكن شوف لي جو انتيريور، شوف توش عملت نسير مكرم بن رمضان هذا اللاعب اللي مكرم بن رمضان لأنه اللي ميزماتش يكونوا كوسور مع كل سويتش في الدياب فما ميزماتش اوتوماتيكمون على ذاك اشترك على الاتاك باس اثنين الاتحاد المونستيري مع كل سويتش يخلق ميزماتش. صحيح، باش يكون اللاعب الوقت الحالي كله عند مكرم بن رمضان، علي مكرم هو اولا لاعب قوي تحت الباسكت وحنا نعرفوه وياخو مكانه، وهذوما لاعبين عندهم خبره، يعني مش لازم المدرب يقول له انت يطلع بوست 4 وانت بوست 3 وما بيدهم يعرفوا شكون محاصرهم وياخذوا المواقع نتاعهم. يعني بالطريقه هذه لاعب الزهراء الرياضيه هو لاعب بيريفيريك وكمل، لو كان جاء اليوم سعاده موجود ويقوم بهذا التغيير ثم ولا مش تنجم تفهم تنجم تفهم لكن يلعب بيريفيريك زهره وقت اللي يكون عندك مبروك وموحلي واحمد الفيف أيوة. وكريس نجم تيوريك مقبل المباراه تعمل بلون جو نتاعك باش تلعب بيريفيريك أيوة. لانك عندك مسدين وهذا مشى للزهره صحيح مشى من اللول ما عندنا لكن زاد مشى هذا من اللول لما كان فما لي سيركونستانس تاع المباراه اللي تخليك ايوا بوت باك ناجحه ناجح في اللي بوت باك المتابعات هذا اللي حكينا عليه مختار غيازه هذوما من نقاط قوتو مختار غيازه ما يلعبش مليح المي ديستونس صحيح بوتيتر في لي ترانزيسيون اورزين صحيح لكنه ثمين في لي بلاسمون ديفونسيف وفي لي بوت باك متابعات تري بيان بعد يلعب على الريجستر نتاعو مش قاعد يتفلسف ربيع ظهر لي مش ردك ممرن وبرا يعني هذا الكلام اللي قلته هو الكلام اللي يلزم يتقال. غيازة ثبت وانت حتى في الفلاش كيف يقع البيك إلا يفلاش ويرجع لمكانه أداء طيب من غيازة اليوم بالرغم اللي على المستوى الهجومي كان عمل اللي يلزم يتعمل لكن على المستوى الدفاعي أكثر يعني أداء طيب. نشوفوا ماجوك الحين دخل ماجوك نعرفوه إذا كان ياخو مكانه المنستير حاليا أطول من الزهرة بكثير مش راهو اللعب الداخلي نشوفوا هنا الكوتشينغ تاع صفوان الفرجاني الكوتشينغ تاع صفوان الفرجاني لحد الآن كويس شوف هذا هو ناجح في البلوك مختار ماجوك هو طبيعي على صفوان الفرجيني يقول لك الزهرة خرجت دونت جرين تلعب سمول بول هذا هو انا نلعب الداخل ونحاول لكن كونتر بارتي الاتحاد المنستيري فما لو ريسك كانوا السانك نتاعو باش يرزنوا في الدفاع انا كل واحد قاعد ياخذ كل واحد كالكولي والباسكيت سي تاسبورت ريسك هذا علاش قلت لك اليوم مباراة اليوم راه في الكوتشينغ يعني من العديد ما شفتش انا هي المباراة تاع اليوم الحقيقة تصويره ومرايه به الباسكت تونسي الحقيقة صحيح. كافيش صحيح. كباسكيت صحيح احكي اكاديميك مون راه في باسكت صحيح في كوتشينغ حلو صحيح
اونتر بارونتيز باتريك سابال المدرب الاجنبي الوحيد في البطوله التونسيه المدرب الاجنبي الوحيد لكن باتريك سابا من المدربين اللي حتى كي يجي لتونس الفنيين يفرحوا لانه مش اللي يجي يدرب في تونس. باتريك سابا مدرب جيد جدا عنده السيت نتاعو في لبنان 50 سنه لاعب دولي سابق كان يلعب سكي برشا كان يتميز بالذكاء في اللعب نتاعو سرعه التمرير وفي التسديد من 3 نقاط سي ان بوانتور باتريك سابا درب المنتخب اللبناني ودرب العراقجي واثر ماجو هذا شو باش نقول لك انا يعني درب بيروت لوبس شامفيل وفاز بالبطوله مع سيدات المنتمن من اسباب خروجه من نادي بيروت رغم انه تقريبا عمل وقتها موسم كبير كان رغبته جوستومون في انتداب اثر ماجو اللي ما وفرتلوش الاداره وكانت نرفز وكان خرج بور لانكدوت المعلومه هذا المعلومه هذه كان حب على اثر ماجو لهنا فوت تكنيك ذولي ضد رضوان سليمان فوت تكنيك ضد رضوان سليمان هنا تصفير باساج فارس على السكه يقع اعلان على خطا ضد رضوان رضوان يبدو محتج ولهنا يظهر لي اعطاه فوت تكنيك السكه نرفز شويه شوف هما رضوان والعباسي نحبهم برشا اللاعبين هذوما هم لاعبين من احسن ما انت بتكون السله التونسيه لكن يخسروا برشا باسكيت اون جينيرال بغض النظر شنو هي المباراه ما عادش بينها فريق وشو هو السكور واسكو عنده حق ولا راني نحكي في المطلق اصحابي هم لكن يخسروا برشا باسكيت وقت اللي يبداو على اعصابهم في مباراه عباسي ورضوان خاصه في الادوار النهائيه ساعات وقت اللي يدخلوا شويه في الاحتجاجات راهو جو مي با اون كوز عنده حق ولا هذيك حكايه اخرى صحيح جينيرالمون يخسروا برشا من باسكيتهم وقت اللي يتنرفزوا ويتشنجوا عباسي و ورضوان يدخل قلنا شكون في المستير اسكندر بحوري يدخل اسكندر بحوري تقريبا مركز بمركز مع لكن رضوان سليمان ولو انه مش نفس طول القامه اسكندر لاعبي اللي يمشي للامباكت يعمل اقوى ديفونس رضوان سي بلوتو اللي ينجم يلعب بالظهر ينجم يبوزي وينجم يسدد لا رضوان هو من اللاعبين اللي يلعب الداخل والبرا لاعب يصوم في 3 نقاط لاعب يلعب الداخل كما قلت عنده بعض المرات كيف يتنرفز وكل يخرج من المباراه لكن كيف يركح ويكون في نهاره الا يقدم كره سله طيبه راهو اتحاد الزهراء الرياضيه ولا تعمل دفاع ضاغط على كم ملعب بعدين على ما اظن ترجع لدفاع المنطقه لكن القينا والراو فيها اللي تعمل في محاصره فرديه هذا اللي مش يخلي اللعب الداخلي شوف اللعب الداخلي حوارات كبيره الحقيقه أيوة. عمر عبيد يعمل الكروس اوفر يعمل ستيب باك ينداوت يتابع من العباسي يحاول مع مكرم رغم محاوله مكرم الامتلاك يمشي للزهره اسكندر البحوري اللي دخل مع وليد زريده كان جربه حتى في بوست 1 عمناون كان بدله تقريبا المركز نتاعو وليد اللي هو في الاطار الفني نتاع المنتخب التونسي مع ديرك ومع امين رزيق اللي درب لين في النجم الراتسي وكان اعطاه مردود جيد على ما اظن 47 السكور نتاع الزهره ما نعرفش 47 47 ما نعرفش اسكو كيكا مش مركز برشا مع السكور احنا تفاصيل الاولاد في العالميه وصاليني مع التابلو وصاليني مع التابلو من بعد نشوف 12 نقطة أثر ماجوك حاول يتعدى بالعباسي ثم المتابعة مكرم ياخذ الروبون مرة ثانية على التوالي اللي مكرم يمشي يحب ياخذ السكند شانس اسكندر ينجح لبحوري من 3 نقاط أنا حكيت قبيلة قلت اسكندر بوتيتر يختلف على رضوان أنه ما يشدش برشا من 3 كذبني لأن اسكندر لبحوري وعطاه دي سوليسيون الاتحاد المونستيري عباسي يحتاج اللي هو هذا الكونفيرماسيون اللي كنت نحكي فيه منذ ثواني على زوج ملاعبين اللي حكيت عليهم زوج ملاعبين خذوا ذولي ديفو تكنيك نتبعوا احنا ونتبعوا عندنا سنين ونعرفوا راهو حتى كي ننصحوكم راهو بمحبه اخويه نعرف اللي واحد يسقط في المباراه ولا ساعات يتظلم وما نجموش نكونوا في بلاصتهم نحن سفريت احنا ساعات ندخلوا صاله نلقاو قاعه مبيا وكل تحط علينا ضغط اوركو احنا معنا حتى ضغط فما بالكم لاعبي معناها سفريكو مي سي اون ريمارك دانو اكستيريور هذا لا محاله اللي لاحظته الى حد الان انه لي روتاسيون تاع الاتحاد المنستيري عاطين بلوس اكثر برشا من لي روتاسيون تاع زهره يعني زهره دخل كريس دخل عمر موحي دخل نزار كنيوه
ما عطاوش الميم بلوس اللي قاعدين يعطيو فيه اللي يدخلوا من البنك المستير يعني اسكندر الحوري اول بوسيسيون حط ثلاث نقاط كيف كيف هذا ما تشوف يدخل تبع الملاعب العراقي كيدخل حط 10 نقاط على التوالي يعني لهنا لي روتاسيون اللي من البنك هما اللي قاعدين يعملوا في الفرق الى حد الان. الان الخطا ولي طبيعه الخطا بالطبيعه يدخل فراس الاحياني اول دخول لفراس الاحياني في المباراه. ذكروا لفراس الاحياني كان غاب برشا تقريبا شهرين ولا ثلاثه لان الضربه اللي كانت عنده ماهيش سهله كان عنده بروبليم تاع ارني ديسكال كان عنده مشكل تاع ارني ديسكال والمشكل تاع ارني ديسكال هذايا كان متحير مع التومبيرامون تاع الملاعبي اللي ينقص برشا ويمشي برشا للامباكت كان قلقوا برشا الحكايه هذه كانت قلقته والله ما نعرفش يظهر لي متوقف شويه اللعب فما بعض احتجاجات من بنك الزهره ما بعاد عليا لما حال بنك الزهره لكن ننقل صوره كما هي اعطينا تصويرها المخرج فوالا فما شويه احتجاجات ما نعرفش على شنو بتاتر على بعض الجماهير اللي موجودين ولا على بعض الشعارات على للامانه صوره كما هي فما احتجاجات فما نرفز من بنك الزهره لكن المعلومه بالضبط ما عنديش حكم نشوف تصويره من بعد عليا ما نشوفش عندي معلومه لكن يظهر لي على الجماهير يمكن ولا لكن على كل حال والله هي بالنسبه لل هي المباراه في بوليتا ديسبري راهو باش نبداو باش نقطع التصوير راهو فما شيء راهو بوتيت توها ريتها فما احتجاجات ما عرفش بوتيت راه جمهور فما شويه اعصاب اون جينيرال توا لكن الى حد الان المباراه في بوليتا ديسبري الى حد الان شنوفي كريس موحلي قلنا في راس الحياني عمل عمليه على النيرساتيك على النيديسكال صعيبة العملية ما يسمى برشا ريديكاسيون يسمى برشا راحة وذاك اللي عملوا في راس الأحياني ثم كريس من ثلاثة نقاط من الكورنر على صورة أمريكي الزهرة قلص الفارق الموان 13 للمعلومة سكوتي بيبن عمل العملية هذيك قبل راهو في ورجع ما رجعش بنفس النيفو لكن رجع صعيبة هي توهق شوية تشوف عملية شوف 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 لكن عمل سكوتي بيبن معناتها علاش قلت لك فما ناد ديما على ترماجوك فما ديما يناد يلزم بريزادو على ترماجوك يلزم اللي هو طويل يلزم واحد اللي مش يحصلوا من الخلف واحد اللي مش يفك الكوره كان مش يقعد ياخذ لوجو انتريور الداخل مش يتعب اطول ثبت على مستوى طول القامه وشوف الوجود الموجود نتاع اللاعبين يعني ماشي بالكوره بس عمر عبيده فعلا من هيكل سونتيني تشوفوا حركيه الدفاع حاليا فريق الزهره قلق الفريق فريق الاتحاد المنستير وهذا ايضا بخروج مكرم بن رمضان لو كان مكرم كان موجود كان مكرم يقلق برشا الداخل مكرم على الطويل الداخل طلع كره عمر عبيده بن مكنيوه ياخذ وقت الاتحاد المنستيري مرناوي عمل مباراة كبيرة ضد غرومبيليا في الجولة الأولى مرناوي كان توب سكورر حاول يتعدى بكريس يعمل المرناوي ان كونترا ينجح اثنين بوست دو اثنين تقريبا عندهم نفس طول القامة بتتر أكثر اكسبيريونس من كريس لكن وضعية البوست اب كيفاش حط المدافع على يساره كوفرا ولعب باليمين بريسك كان جامبوك الاكسترا باس لعمر الموحلي سدد بثلاثة نقاط ما ينجحش المتابعة من المرناوي يعمل في دقائق جيدة مرناوي بلاسمون روبون حتى في الهجوم مرناوي من ثلاثة نقاط ينجح ويأكد كلامي واضح الملاعب كيب دون كونفيونس واضح حكينا اللي هو عامل دقائق نموذجية وجات الكونفيرماسيون لأنه ملاعبي تعلم برشا في التجربة في الشهر الأخرى في الاتحاد المنستيري لأنه كان في شبيبة القيروانية كان في ستاتيو واحد اخر كان زيتي لاستار كان يلعب تقريبا 40 دقيقه حتى كي يغلط في الاتاك يعديوا له قا روحه بالتومبيرامون هذا في الاتحاد المنستيري سنه با مارشي على لاعبين كبار ملاعبيه كبار لقى روحه في ستاتيو نجم يكون على البنك قعد شويه وقت باش فهم اللي الباسكيت يسمى شويه صبر ويسمى شويه انضباط وقت دخل في المشروع نتاع صفوان الفرجاني يطبق نرفز عليه برشا مرات صفوان حتى خرجوا ما عادش عاود دخلوا في بعض المباريات وقت اللي فهم الباسكيت جيب طبيعتها راه وقت اللي تطبق وتصبر من بعد تجيب لي سيتياسيون باش تسجل كيف فهم هذا قاعد يعمل في بلاي اوف محترم هذا هو اللي يلزم يصير وهذا اللاعبين الصغار اللي عندنا باش يشدوا بعض في المنتخب اللاعبين الصغار هذوما هما يلزمهم يتعلموا على المستوى التكتيكي والناس تصبر باش تجم ما تجمش من الاول تكون كبير على برشا اللي يكونوا في فرق
موجودين في فرق معناتها يكون هو الستار وبعديك الستار بلوتو وقت اللي هو يجي بعديك يجي يشوف يلقى العباد اللي هما موجودين معاه جوارات اكبر على مستوى الخبره وعلى مستوى الاداء. يعني كي نغزر انا تو مرناوي وتلفت تلقى معاه مكرم بن رمضان تلقى معاه مروان تلقى هذوما رضوان سليمان وكل يعني لاعبين الخبره يلزم تاخذ منهم انت هذا اللي يلزم من برشا ملاعبين تاع اكسبيريونس كثير برشا ملاعبين تاع اكسبيريونس في الزهرة مبروك محلي حتى ايمن ترابلسي اول دخول لايمن ترابلسي للمعلومه ايوه ايوه راهو في ستارتير الزهرة ايمن ترابلسي 34 سنه ايمن لعب في مستير عام 2018 قلت ملعب النادي مرناوي ما عرفش ولد الملعب النابلي ما يظهر لي ولد الانصار نو ولا لا لا لا, لا ولد الملعب النابلي ولد الملعب النابلي مشى عام برك مشى لعب في نابل 2019 في مستير 2018 في الافريقي سنة في 2020 عفوا نهاية الكارتون نهاية الكارتون 66 50 للاتحاد المونستيري والريزومي الاتحاد المونستيري كمل كارتون فيلم 20 بوان اي الى ماركي الى ماركي 22 بوان لا كمل بلوس 4 4 4 صحيح فهويك كمل السكور هو فايز ب 12 نقطة يعني في الكوارتر الثالث الاتحاد المونستيري منتصر ب 12 نقطة لكن الحاجة اللي أنا أقولها هو اللي وريناه هو اللعب الداخلي اللي كنا تحدثنا عليه من الأول هكا اللي استغلوا صفوان الفرجاني مقارنة بزهراء الرياضية في الأول الزهرة كانت تلقات لي شون ليبر كوتير كانت موجودة كانت تخدم ركزة كان الدفاع نتاعها دفاع يعني محاصرة فردية ومعبين تحت الباسكت الزوز معبين لكن بعدين في التغيير أول وقت لهنا ديفونس لهنا اللي فيها 3 سكوند ديفونسور وهذا كثير بالنسبة لدفاع الزهرة على اللاعب كيما مرناوي يعمل في باسات محترمة في المباراة اللي فيها 3 سكوند دفاع بعيد على مرناوي ترتيب المسجلين قد توب سكورور عبيدة 16 عرقشي 14 مكرم 11 سكة 8 في الزهرة 18 عباسي 10 شنوكي 9 مراد وكريس 5 نقاط هذا المشكل يعني كي راهو الفريق الزهراء نلقاو اللي سجلوا الكل هذا من لي ريبوندور زهير مدروك 5 دونتي جرين 5 يعني سونس فريز لي سنتر خذاو لي ريبوند مرناوي 3 من تبعات مكرم 2 عباسي 3 والمبروك 4 متابعات تاعهم مبروك ما خداش لي روبو على دي بي او وانما من المتابعه يقرا لي تراجيكوار تاع تير راتي وياخذ الكره اكثر منه روبو تاع لعب مع بيفو اكثر منه متابعات في والله لي سيتياسيون اللي تضيعهم الاتحاد بالنسبه للتصويت في ثلاث نقاط لي ستاتيستيك تاع ثلاث نقاط 7 على 17 و9 على 22 41% زهير نسبه محترمه جدا صحيح لانه النسبه العالميه تبدا تدور بين 35 و 40% فريق يسدد 40% تسمى فريق عمل ماتش طيب صحيح لكن بالنسبه للزهراء بعد ما كانت في البورسنتاج نتاعها ال 54 هبطت ل 42 هذا هو احسن فتره للزهراء كانت الفتره الاولى اسكندر البحوري من ثلاثه نقاط ينجح دخول قوي لاسكندر البحوري في روجيستر اللي يمكن ما استناتوش الزهره اللي تير أتروبوان بالنسبة لإسكندر اللي موجود في القائمة الموسعة للمنتخب الوطني إسكندر البحوري لاعب أتليتيك عمليه كما قلنا مع وليد زريدة لعب حتى بوست 1 ينجم يلعب في بوست 2 ينجم يلعب في بوست 3 ينجم يبوست داخل أتليتيك صغير في العمر طلع صغير في الاتحاد المونستيري طلع 15 سنة تقريبا فما إصابة بعد قلبك شوية لكنه قاعد يخدم حتى بدنيا قاعد يخدم برشا على المستوى البدني والباسكت مودرن فبريك الباسكت مودرن ولا الران اند جان والجري والسمول بول لكن كيف كيف الكوتي اتليتيك الناس كلها ولا تخدم الكوتي اتليتيك لانه فيها برشا ديال الباسكت واذا انت ما عادش الباسكت تاع قبل باسكت لازمك تكون اتليتيك لازمك صحيح صحيح عندك وهذا عضليه جيده باش تنجم تلعب لي بوست اب تعمل لي بوكس اوت
هذا زاد ربيع علاش اللي ولينا نشوفه بدات كرة السلة تتطور عنا على مستوى الإدارة، اللي ولينا نراو البريباراتور فيزيك موجود، نراو بالنسبة للاتحاد المونستيري يعني إلى حد الآن واخذ بزمام الأمور على مستوى الدفاع. أنا نتصور الزهرة الرياضية، وهذا رأيي خاص يهمني أنا، 11 دقيقة سجلت الزهرة 11 نقطة. نراها أنا في تغيير الدفاع في الوقت الحالي اللي قاعدين يصوبوا لها الاتحاد المنستير حاليا، يعني نتصور أنا في الدفاع 1-3-1 ينجم ينقص من حدة الهجومات. بلاك شوت من ماجوك، فينومينال ماجوك في المتابعات من نقاط قوته لبلاك شوت أثر ماجوك. أحمد الفيف حاول يتعدى بزميل الأمس مرناوي يحدى الفاول لهنا الزهرة، وقت انعدام الحلول الجماعية تبحث على الدرايب وعلى ليزان كونترا سي لا غارونتي، يقول لك نجيب بلو صفرون على الأقل نحرك شوية سكور. هذا هو اللي علاش اللي حكينا عليه، التغيير الدفاعي اللي قام به صفوان نجم نقول عطى أكلو اللي عبى تحت الباسكت باللاعب ماجور يقلق برشا. وبالنسبة للدفاع اللي عملوا دفاع ضاغط على حامل الكرة، حتى كيف يدخل تحت الباسكت مش يلقى لاعب طويل القامة كما ماجور. ماجوك يضرب على المعنويات لأنه وقت اللي يعمل أن كونتر وي مباراة يخوف فوالا، تولي كي باش تمشي تعمل أن كونتر تولي تحسب قبل ويزعزع الثقة نتاع الأدفيرسير ديريكت نتاعو في الأتاك. هذيك من نقاط قوته، يولي الملاعب يبحث على الدرايف أند كيك، يعني درايفي يلقى قدامه ماجوك ويولي يبحث على الكيك لبرا، وذاك اللي يعمل ديزيكيليبر في الأتاك، وذاك اللي يخلي أثر ماجوك عنده قيمة كبيرة في أي روستر يكاور في أي فريق. هذا يذكرنا باللعب اللي كان وانت خلطت عليه مثلا صحيح نجري سي لو ميم ريجيستر تاع أثر ماجوك وانت باليوب تاك لا خطأ فني ضد انت خلطت زاد ربيع على اللاعبين الأجانب اللي كان تجيبهم ملعب النابلي حسن داي ومختار وكل كانوا بهذه الصفة، مختار وحسان وكل كانوا بهذه الصفة، يعني بكري احنا ماريناش مثل هاللاعبين هذوما. لكن بالنسبة للوقت الحالي الموجود على الملعب احنا نحلوا الصورة، لا عنا مع من نحن نحازوا لما زهر المنسيب، لكن الأداء الطيب اللي عداه في الكوارتر الأول والثاني يعني يليق بكرة السلة التونسية على كل مستوى. حتى التحكيم والله التحكيم كان تحكيم نجم نقولوا غير منحاز. لان جينيرال مون راني ما نحبش نطلع في التحكيم لا جون جينيرال بون كي تشكر مش مشكل مش مشكل، لكن جينيرال مون حتى عباد يقول لك راهو اخزر راهو احنا كتوانسه معناها بالتحكيم على الاخر ينجح زياده الشنوفي، راهو نفس لقطه التحكيم راهو الجمهور هذا يقول لك فوت والجمهور الاخر يقول لك لا لا صحيح، واللي ضده الفوت ما تحلفلوش بالقران يقول لك لا والاخر فهم وتقول لك قول الحقيقه، الحقيقه لي رولاتيف ساعات دوز اربيتر يختلفوا على فوت دوز اربيتر يختلفوا على فوت فما بالك معلق جينيرالمون ديما انا ننقي بنفسي كما يقولوا انا نعدي مباراه ومن بعد لا صحيح تحكم كما تحب هي على اللقطات التحكيميه سوف كي يبدا المنتخب ولا تبدا لقطه واضحه برشا معناها فاست بريك 17 نقطة للاتحاد المونستيري. زارة تلعب بريتم بلوز الفي توا ولات كي تسرع شوية تحاول تلعب ترانزيسيون شوية زارة لأنه أحمد الظيف في المدرسة القيروانية واللي تشبه شوية حتى الحلق الواد سي ان باسكيت اللي تربوا عليه باسكيت اللي يصبرش سي ان باسكيت دو بون ليو ران اند كان ما عباد ما تصبرش معناها اجري امشي اتاك لو باني ما ضيعش برشا وقت هي مدارس راهو كرة السلة فما اللي يحب يلعب لاتاك بلاسي فما اللي يحب يلعب الجري وفي الاخر راهو الروستور هو اللي يحكم على طريقة لعبك اللي عندك افكتيف هو اللي يفرض على المدرب كيفاش باش تلعب راهو خروج العباسي زاد قلق شوية زاد ماجوك سكي باس مرناوي تحت حرر سدد ثم دوزيام بال الاتحاد عبيدة تعدى بالأيمن الترابلسي ان بوست دو مركز اثنين من مستوى جيد ايمن الترابلسي ما خداش برشا وقت لعب في مباراه اليوم البحث على ليوب بين مكرم واتر ماجوك ثم المتابعه والفاست بريك ناجح من زياد الجنوفي قلص الفارق في المستوى 15 بوان بعد ما كان 18 ما ياخذش برشا ريسك في التايم اوت ديريكتومون صفوان الفرجاني
صحول الفرجاني تطلب التايم اوت زهير اللي يفرج يقول لك 15 نقطه مازالوا سبع نقاط يا بالفو لكن هو يطلب الطمور على الكومبورتمون تاع لاعبيته اكثر منه على السكور هذا على اللي نشوفوا احنا مرتين تو يعطيو الكره يحبوا باش اللاعب الاجنبي اللي هو ماجوك باش تشمل له الكره فوق بعد ما يغرسها هذا هو داخل في الشو هذا كله لكن بالنسبه للزهره الرياضيه حاليا قاعده تستغل في الروبون وتجري كره مع فريق طويل ورزين على مستوى الرجوع التالي يعني الطريقه اللي تستعمل فيها انت كنت تتحدث على البلاي ميكر تاع الفريق الزهره هكا ستيل دو جو اللي هو تربى عليه متفاهمين لكن بالرغم هذا كله فريق الزهره مش يستغل قصر قامت بعض اللاعبين بتاعه بس مش يلعب الهجومات المعاكسه نشوفوا اللي طرابلسي في محاصرته عمر عبادة يعني قلق هذا اللي كنا من الاول نقولوا احنا فريق قوه فريق المنستير تمريره واحده قرر أيوة. فيها كونتر زيرو سي لو دوزيام هذا لانه البلي ديفونسيف كان رزين للاتحاد المنستيري وجينيرالمون راه باش تنجح في فاس بريك لازم تكون عملت روبون وعملت ستوب ولا عملت ستوب هذا مربوط ببعض مربوط ببعض كيف الديفونس تاعك ماهيش واقفه كبير الزهره ما تنجمش تعمل برشا لي روبون على فريق اتحاد المنستير اطول لكن على لي انترسيبسيون بوتيتر تنجم الكري يعني دي كونتر اتاك لكن تو تشوف ضد عمر عبيده ايوا شم عمر عبيده يقول ما عرفش هو خطا على الالتحام الاخير ترى غزل راهو الاكرون عندك لهنا هو ماشي باش يهز الكره بون شو تعتبر هي شو تعتبر خطا ولا نورمالمون تعتبر خطا حتى اذا اللعبه ميته معناها اذا مش راح صحيح دونتي جرين مع مختار غيازه صفوان يرجع يلعب بالكومبينيزون مختار غيازه العراقجي اللي هي بلوز افيكاس اوفنسيفمون معناها على المستوى الهجومي غيازه اون بوست 5 وائل عراقجي اون بوست 2 اعطت اكله اكثر على المستوى الهجومي عمر عبيد هنا فقد شويه اعصابه قاعد يهدي في وائل عراقجي ويظهر لي عطاه فوت تكنيك مش متعود برشا يفقد اعصابه عمر عبيد حاله فوت تكنيك نعملوا طلع على رصيد الاخطاء في كل فريق رضوان سليمان اربع اخطاء ثلاثه الفانتكات يعني عمر عبيده هذوما اللي عندهم فوق الثلاثه بثلاثه اخطاء في الزهره ثم ال 8-9 يعني كريس كروفورد محمد العباسي و 37 دونتي جرين هما عندهم ثلاثه اخطاء شخصيه مش برشا اخطاء هو فيو لانتونسيتي المعدل العادي نتاع الاخطاء في المباراه الى حد الان هي الاخطاء راهو تجي يا من نرفزه يا ماكش حاضر فيزيكمون جينيرال مورا يا تبدا منرفز برشا يا ماكش حاضر فيزيكمون ولا تبدا فوستري تعمل برشا اخطاء كي بداو اون جومب الملاعبين ومركزين في سواء في الزهره ولا في المستير جينيرال مورا ماهوش برشا اخطاء الزهره تو تنجم تستغل الاخطاء نتاع فريق اتحاد المنستير لكن نتصور مدرب منستير صفوان الفرجاني لما نزل وائل وغيازة باش يحاول يلعب ب هما 30 نقطة مع بعضهم عبادة عبادة وعرقجي ايربول ياخذ مختار غيازة يعمل ستيب باك ان اند اوت متابعة من مكرم بن رمضان خطأ على احمد الضيف هو ارتكب خطأ لكنه سيب ان شاء الله لاباس ضرب في فمه يقول لي احمد في الكونتاكت الاخير يفرط في السيطرة نتاعو مباراة صعبة كيما هكا حكم يقول لك نخرج شخصيتي انا بون لهنا قالوا اعطيته فوت علاش يحتج هكا يظهر لي سمعت هنا العملية الأخيرة لهنا مشى للروبون ولهنا في الالتحام جا مرفق مكرم على وجه أحمد الضيف هيكل اعتبر انه المرفق خارج اعتبر دونك زق خطا لاحمد الضيف ومن بعد هيكل تركز على احمد الضيف يعني اللي فهمته انه احمد بوتيتر مثلا احتج هي الفاول ظهر لي هكا قراءه كيفكم الفاول صحيحه اللي صارت على مكرم لكن احمد ضيف الخطا يظن انا غلط الخطا كان اللي فايت مكرم اللي فايت مكرم اللي فايت مكرم هو صحيح على حسب الصوره كله صحيح انا فهمت ان الخطا كان على احمد الضيف قلت علاش احتج لان مفهوم الامور الخطا اللي فايت مكرم صعيبه الباسكيت مركز ميز باتش رضوان سليمان
ناقصه تسديده رضوان، حوار بين مراد وبين ايمن وبين ولات ركبي شويه هنا. صلوا على النبي الاولاد، ماتش حلو ماتش مزيان شفتوا في ليكيب ناسيونال. لا لا يضحكوا مع لكن لا تشوف هو راه يصير الفيلاتيك بعد يخدم بعضهم. لكن بساعات كي تبدا فما جمهور تبدا فما 5000 منا و 5000 منا، الجمهور ترجع اصحابه الجمهور من بعد. لا نحكيو جينيرال في الرياضات الكل راه فهمت، راهو جوالات صحاب راهو فوت هوند فولي باسكيت كذا راهو صحاب، راهو كي التشنج هذاك راهو مش على الفريق الاخر عدوك، راهو يصير يصير اكثر من هكايا ومن بعد راهي الناس الكل ترجع. انا جوالات صحابي حتى نعرفهم في الماتش ما يخسروا ما يعقلنيش ما فهمت، يزيدهم في يونيفير واحد اخر صحيح تلقى في مخهم في الماتش مخهم في كل شيء. لكن 12 نقطة 5 دقائق و54 لهنا زهير، شنو يعمل الاتحاد المونستيري باش يخلي لا ديستونس يخلي هاي ديستونس الزهره، وشنو لازم تعمل الزهره باش تطيح في وقت سريع تحت العشره قراءتك الدقائق الجايين؟ بالنسبه للزهره الدور اللي قايمه فيه على المستوى الدفاعي قايمه بدور باهي، لكن طول فريق المونستير قلقهم، رينا مكرم عمل دور باور بعضهم اوفنسيف. لكن بالنسبه للمشكل حاليا على الاتحاد المونستيري، الاتحاد المونستيري كل فوت عمل بلوس 7 وزاره بلوس 18 الاتحاد، لان عمل مع 11 يعني عمل بريس كان 7 0 الزهره الرياضيه. شوفوا عملنا بلوس 7 في دقيقتين نتذكر في 7 8 دقائق كان المونتاج، الان 6 5 5 44 يعني في دقيقتين ونص عملنا بلوس 7 الزهره، خاصة من الرميات الحرة في لي ترانزيسيون زار الكاليكيليبر وقت اللي سرع الاتحاد المونستيري في الاتاك، ما عندوش نفس السيرينيتي اللي لعب بها لي كارتون الاخرين، يعني يعمل في دي موفي شوا الملاعبيه نتاع الاتحاد المونستيري في بعض الوضعيات قاعدين ياخذوا في لي موفيز اوبسيون، وزاره قاعد تعكس في الهجوم وترجع بشوي بشوي 72 60 ربيع. المشكل تو في فريق الزهره اللي وصل الاربع اخطاء يعني الخامس فاول ماشي ست شات، يعني رجعوا لازم نقولوا ميم بوان ديغاليتي زوز ميم بوان ديغاليتي رجعوا، هذا اللي مش يخلي مستير في اريحيه. لو كان قادت في الزوز اخطاء برك اللي كانت عملتهم الزهره كانت تتقلق، لكن اتحاد المونستيري بوائل عرقجي الحين عمل لهم الفاول الرابع، صوب زوج تصويبات سجل الرميات الحره، هذا كيف نلخصوا نلقاهم رجعوا مام بوان ديغاليتي، وهنا مشكل غلبة الفريق الاتحاد المونستيري او راو لي تورن اوفر الموجودين من الفريق الزهره، يعني تحس عدم تركيز حاليا في الوقت هذا يتولي اللاعبين على اعصابهم، وهنا دور الاطار الفني باش يركح الفريق. كما خرج عمر ربحوا تقريبا دقيقتين صفوي باش يهديه بوندو كالمي. مش عندنا يعني من ترابلسي قاعد يشيك في الاخطاء في الادراك، انا مختار غيزه يعمل في مباراه محترمه في الريجستر نتاعو، عمل بلوك شوت عمل اثنين بوت باك يعني خذا الكرات الثانيه وسجلهم، فك برشا وقت لعب على حساب باتر ماجوك مختار غيزة، مبروك يسدد في ساعة في ساعة وكاتاستروف لأنه التوقيت انتهى على الهجوم. 5 دقائق و20 ثانية 72 60 وبوسيسيون للاتحاد، أحمد الضيف على عمر عبيدة تومبوريزي أحمد مقطوعة من مراد المبروك، روح رياضية بين مراد وصفوان الفرجاني في الاندفاع الأخير. وائل عرقجي وائل هذا الوقت اللي مش يتقتل بوائل قاعدين يحطوا في الوقت ايوا 24 ثانية كاملة لو العملية الأخيرة ثم المتابعة بوسيسيون لشكون؟ بوسيسيون للزهرة الرياضة، كان طلب المشاورة من الحكم الثاني هذا القوة الحكام ريت التعليق متأكد يطلب العون من أيوة. عند زميله أحمد الثيف يسكت تمشي كونتر أتاك ثم خطأ فني لأن مراد المبروك كان احتج على اللقطة الأخيرة لأنه كان طلب خطأ مراد المبروك على اللي فايت أحمد الضيف الطاقم التحكيمي راه أنه ما فماش خطأ كمل لعب احتج مراد خطيفة تكنيك. هاي العملية الأخيرة استدام بين عمر عبيدة وأحمد الضيف كان عثر في ساقه
بعد الحكم يكون اعتبر لي في السبريت جو ولا ما رايش. على كل حال 72 60 5 4 44 ثانيه مكرم كومبوليس يمشي ل 24 الاتحاد ضغط اكثر على الزهره مره بيضاء ياخذ الخطا. سعد مونستيري واضح عنده 3 دقائق كل اتاك يمشي 20 18 ثانيه والى اتاك أيوة. يجيب الاخطاء ما يخش في ريسك فماش علاش يقول لك نسدد انا بالثلاثه وناخذ في ريسك الزهره قاعده ترجع بلي ترونسيسيون سعدي يقدر في الوقت ويجيب في الرميات الحره حط في ضغط على الزهره الرياضيه لانه الزهره هي اللي مطالبه انها تعمل ضيف خرج سانك فورد زاد تو يهبط كليوا الزهره الضيف احمد الضيف خرج 5 اخطاء شخصيه هبط نزار كليوا نزار كليوا مركز بمركز هو جوستومون الانتداب تاع نزار كليوا كان لتدعيم المركز واحد للزهره اللي خرج شويه في الزهره السنة مراد مبروك احمد الضيف يوصلوا بعض المباريات يلعبوا 40 كيك لانه ما عندهمش معوضين بوتيتر مبروك ايمن ترابلسي ينجم يلعب في الريجستر نتاعو في البوست 2 لكن احمد الضيف تقريبا ما عندوش معوض في الزهره يمكن عمر عبادة كان جوستومون باش يكون باش يدعم مركز واحد لكن عمر عبادة تو كي نغزل له انه يلعب 40 دقيقة تبارك الله عليه والى حد الوقت هذا 40 دقيقة وكان مش خارج مش ماتش اليوم برك راهو اي نعرف عندك هو مراد المبروك راهو تقريبا موسم كامل يلعبوا في 40 دقيقة لكن زهير اللي نعمل طلع على الكالندري راهو لهنا المعطيات مبدلة شوية راهو السنة أول مرة في التاريخ كل ثلاثة أيام فوالا هذا راهو الريتم هذايا راهو ريتم نتاع ام بي اي يعني هذا هو لعبنا سبت ثلاث جمعة بعد غدوة فما جورني رابعة بعد نهار الثلاث فما سانكيم جورني من بعد أحد ثلاث جمعة أحد أربعة يعني كلها في قلب بعضها باش توصل 14 أفريل لهنا الفريق اللي عنده أكثر حلول في البنك هو اللي باش يكمل البلاي أوف صحيح وينجم هو راهو صفوان وباتريك يقول لك انا نلعبوا ماتش هذا خاطر حاجتي بهم بعد ترى تحت في المباراه اقل صحيح وأسهل. لا 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 صحيح هو لكن نحكي انا عن اداء باش يلعبهم بالريتم هذا صحيح هكا كل نهارين مستحيل لا اختاروا المباريات المدربين راهو يختاروا المباريات اللي ينزلوا فيهم شويه على اللاعبين نتاعهم اربول اربول رضوان سليمان عنده برشا ما وش في الخماسي السكه يعود الان شوف قوه عباده هنا في لاكتور دو جو ويعرف وقتاش باش يوقف اللعب وقتاش باش يدخل باش باش يتحصل على فاول هذه القوه تاعو يعني تلعب انت وائل وائل موجود معاه حكينا على لي دو بلاي ميكر الموجودين هذا يخلي اللي الجمعيه تلقى اريحيه نشوفوا لاعب الارتكاز في الوقت هذا في تدوير الكره مكانهم كلهم للبيك فل في البيك ما عندهمش مكان ثاني لكن من نصير اليوم الملاحظه اللي انا نلاحظها هو في الدفاع نتاعها في التكامل شوف كيفاش يحطوا ترابا دو الى كان لزم مش بالسهل ما لاعبين طوال لاعبين طوال تيح تحت العشره قبل ثلاثه دقائق الزهره تاتي تسعه نقاط ويشبه شويه حتى في سيتمو شبه شويه لدريموند جرين اللي تبعوا شويه الان بي اي دونتي جرين حتى في سيتمو يرجع تحت العشرة هو تعرف اللي الفريق اللي يحب يعمل كامباك يقول لك يزبط قبل ثلاث اربع دقائق طايح تحت العشرة السلة هذه خلات ديريكت مو يقول لي التايم اوت باللوجيك تلبو صفوان الفرجاني صفوان باللوجيك يطلبوا صفوان الفرجاني لانه عندك الادفيرسير اللي طاح لك تحت العشرة قبل ثلاثة دقائق يعني حسابيا رجع في اللقاء وشوف لهنا متحرر كومبليتمون دونت جرين الدفاع كان كيما قبيله حكينا وقتها على مرناوي الدفاع على جرين كان على الاقل 3 سكوند او المدافع يقول مكرم الاتحاد مونستيري في الكارتون الرابع يا فيزيكمون طاح يا يعمل في ديمو في سوا في الاتاك ومرزين شويه في الديفونس وهذا اللي خلات الزهره رغم اني هجوميا تعمل في شوط ثاني متوسط جدا ديما قاعده في اللقاء الاتحاد المنافسي قاعد يسهل على الزهره لانه تقعد في اللقاء. انا نتصور مشوار باقي المدرب مونستير في الوقت هذايا نتصور اللي اقحام ماجور في الوقت هذايا يعطي دفع اكثر لانه رجعوا 9 نقاط يعني تعمل دفاع ضاغط كما كان من الاول
وماجورك لما يكون تحت الباسكت باش يقلق ما عادش يتجرأ حد يدخل. وفوسافار يشوس كل وقت هذايا بالضبط الزهرة ولا تلوج، يا اما تصويم في ثلاث نقاط على اللي كانت تسجل. بلاي ميكر اللي عندك عبادة يعني قايم بالدور نتاعو على احسن ما يرى. رضوان سليمان سكة مع نزار كنيوة ريتا وانه رجعوا من ديفونس بلاتي انظر الزهرة من ديفونس بلاتي حرارة عبادة يسدد عبادة أيوة. علاش قلت ديفونس بلاتي عمرو الزهرة سهلة التسديد من بعيد ما كانش ناجح من عمر عبادة. كرة لنزار كنيوة يبحث على زياد شنوفي فما ميس ماتش وخطأ في الهجوم باساج اون فورس من زياد الشنوفي معلن العملية الأخيرة للباساج اون فورس أمامنا على صورة باساج اون فورس معلن ضد زياد الشنوفي اللي يرتكب بالمناسبة الخطأ الشخصي الثاني له. والعراقجي اختار غيازة عمر عبادة مكرم مع جرين حوالي بوستي مكرم يعمل يدور على ساق البيفو ياخذ الخطا هذه قوة مكرم ياخذ الخطا مكرم بن رمضان صفوان فرجاني في وقت صعيب في ادواج ماني تايم في فريق قاعد يرجع قاعد يلعب على لي فالور سور نتاعو اللي هو مكرم بن رمضان يقول لك نلعب بالداخل نركب الاخطاء ناخذ رميات الحره دومينيك خلاص خمسة اخطاء دونتي جرين دونتي جرين دونتي جرين يخرج له خمسة ويدخل كريس لهنا يدخل كريس تولي الزهرة تلعب ان فريس مول بول من غير بيفو من غير بوسكات جملة افكتيفمون اول واحد مركز ثلاثة اللي هو زياد الشنوفي شنوفي مش يلعب باربعة ولا خمسة يعني الزهرة باش تجري كرة وتسدد من بعيد هذا اللي فهمته هذا اللي موجود يعني بهذه الطريقة زياد الشنوفي جوستومون اللي حكينا عليه زياد الشنوفي ينجح يرجع فريقه الى مستوى سلبي ست نقاط هذا كله تحدثنا عليه باش يسدد من ثلاثه نقاط وهذا اللي صار رضوان معاه زياد الشنوفي حاول يتعدى رضوان ياخذ الخطا على زياد الشنوفي تحد مونستيري مصر انه يلعب الداخل جوستومون لانه ما فماش لاعب ارتكاز تو في الزهره دونك رضوان ومكرم يفون اتاكيلو باني مع كل هجوم تقريبا ما همش كياخذوا المخاطره انهم يسدوا من بعيد هذا واضح بالنسبه للاتحاد والزهره واضحه تلعب سمول بول تلعب قصير كره سكرين وشوت سكرين وشوت كما اللي صار في العمليه الاخيره لكن الاتحاد المنستيري رزين في الدفاع مع اول سكيب باس ديما تلقى ملاعب واحد في الزهره الرياضيه وهنا على كامل اللقاء رزين دفاع الاتحاد المنستيري اول رونفيرسمون اول سكيب يلقى روحه ديما متحرر خاصة زياد الشنوفي من الليل كان ديما متحرر على كامل المباراة مش نحكي على مشكل فيزيك بالنسبة للاتحاد المنستيري لأنه العملية هذه رينيها تقريبا مباراة كاملة يرجع سبع نقاط من 18 نقطة زهرة مباراة أوفت بوعودها على مستوى الفرجة الجمل التكتيكية التشويق بوني تاديسبري شوية احتجاجات سيفري ما نعرفش اسكو توصل للليميت ولا لا لكن فما بعض الاحتجاجات من هنا ومن هنا ريت اللاعبية قبل ما مش مستانس راهم يتنرفزوا برشا كيما عبادة كيما مراد مثلا مش مستانس راهم يتنرفزوا برشا ريتهم اليوم شوية على أعصابهم لكن مفهوم لأنه تقريبا هذوما المباريات اللي باش تلعبوا بين الزهرة ومستير تقريبا هذو مباريات الموسم هذو مباريات الموسم صحيح أنا نتصور اتحاد الزهرة الرياضية خلال وقت المستقطع تو مش يعمل دفاع ضاغط على كامل الملعب على ما أظن في الحين اللي عنده الحين البوزيسيون هذه لكن نتصور انا اللي مش يعمل دفاع ضغط ونتصور لي فاوض اللي مش يصيروا كلهم مش يكونوا اغلبيتها على اللاعب يا اما مكرم بن رمضان والا غيازه على ما اظن ايمن زميلنا وصديقنا يبعث لي مساج يقول لي ريزولتا فينال ديريت كرومبيليا اتصل ضد نجم الرانسي 60 57 مشكور ايمن نرجعوا للقاء التكتيك سبع نقاط وامتلاك للزهره كرة زهرة ويا بوحلي بوحلي يلعب مع كريس مع عمر عبيدة كريس يعمل ستباك ينجح هذوما من نقاط قوة كريس كراوفورد الكرات الصعيبة و
والكرات تقريبا اللي في الاوقات الصعيبه واللي يلزمهم الاعصاب ريليه حتى مع الاتحاد المنستيني كانت هذه من نقاط قوته. مجنون المباراة بين الزهرة والاتحاد، مجنون هذا الماني تايم مع عودة الزهرة في اللقاء. ذكروا الزهرة كامل كارتون رابحة، ثم الاتحاد المنستيري عمل كارتون ثاني وثالث من طراز عالي جدا وصل لخذا حتى 18 نقطة. الآن الزهرة الرياضية تعود إلى مستوى سنتي خمسة وامتلاك للاتحاد قبل دقيقة و35 ثانية. مرحبا بكم إلى الماني تايم، مرحبا بكم إلى قمة المباريات، إلى قمة القمم بين الزهرة والاتحاد. امتلاك للاتحاد، عمر عبيدة يعمل ليكرون مكرة تخرج كرة، وائل عرقشي مع نزار كنيوة، وائل عرقشي يعمل ستيب باك يسدد من بعيد، ثم المتابعة ياخذ كرة 14 ثانية جديدة للاتحاد، عمر عبيدة رضوان سليمان ياخذ وقته الاتحاد المنستيري، دقيقة و15 ثانية، 75 70 كرة لوائل عرقشي يعمل كروس اوفر يدور على ساكو ثم يسدد على المربع ما يسجلش، المتابعة الدفاعية زياد شنوفي مكرم يعمل الفاول وخطأ للزهرة الرياضية في دقيقة أخيرة مجنونة، دقيقة أعصاب، دقيقة فرشة، دقيقة تشويق، دقيقة ترفض كل التكهنات بين روستر الاتحاد والزهرة، قصة دقيقة وثمانية ثواني في هذه المباراة. الاتحاد المنستيري يفوز تقريبا يضمن أن يكمل باللوجيك، أربع أخطاء لمكرم رمضان تقريبا مع البونوس، يقول لك نربح اليوم عندي بونوس حتى كي نخسر في الزهرة كاملون، والزهرة يقول لك مع خسارة البونوس يزيني نربح اليوم باش نطمع انه كي نربح الرتور الثلاثة الأول في البلاي أوف، ديما نحكي تيوريكمون هذا بالنسبة للفريقين، أربع نقاط هذا اللي حكينا عليه، الدفاع الضاغط على الملعب. عمر عبيدة مع نزار كنيوة ياخذ وقته، عمر عبيدة إلى نقطة السيستيم، السيستيم أ حسب ما فهمت، رضوان سليمان يحاول يدخل تحت السلة ياخذ الفاول. في كل مرة الاتحاد المنستيري لا تكلف بنيه لأن الزهرة تلعب من غير لاعب سنتر مع خروج دونتي جرين مع إصابة هيثم سعادة، يلقى روحه في شوية موقف نتاع حلول لاعب داخلي باتريك سابال اللبناني يغير في استراتيجية اللعب، يخير يلعب سمول بول، لكن سمول بول عنده ليزانكونفينيون نتاعو عندك الداخل تولي تري فيبريل. الراو الجرينتا نتاع الفريق الزهرة بالرغم قصه ايوه قوت شخصيه ورجعوا ايوه ترجع من 18 يعني، وزاد الدفاع الضاغط اللي كنا حكينا عليه، عرفنا اللي المدرب في الوقت المستقطع اللي خذاه والطمار اللي خذاه وخذاه باش عمل دفاع ضاغط، ومش راهو كريس حاليا والاولاد هذوما اللي صوبوا، لكن المنستير قدمت في الدفاع، عرفت اللي يلوجوا في التصويب من في ثلاث نقاط. هذا سجل سلة الأخيرة متابعة أيوة للزهرة قلص الفارق. تايم أوت، تايم أوت، مباراة 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 77 73 على ما أظن 77 هي السلة الأخيرة نورمالمون في التابلو مازالوا ما احتسبوهاش 77 73 بالضبط. أربع نقاط 36 ثانية، مباراة زهير للأمانة أوفت بكل وعودها، رينا فرجة، رينا تشويق، رينا جمل تكتيكية، رينا لوبوزيسيون دو ستيل بين فريق يلعب لاتاك بلاسي يلعب الداخل بين زهرة اللي مشات برشا للترانزيسيون، رينا التشويق، فريق يلعب اللعب الداخلي اكثر منه، فريق يلعب اللعب الخارجي، كل واحد استعمل نقاط القوه نتاعو. بالنسبه للزهره استعملت نقاط القوه المونتي دو بار رابيد اللي هي اغلبيتها كانت مع الضيف، والا التصويم في ثلاث نقاط. الشنوفي اليوم عمل 40 دقيقه كان يلعب هجوما دفاعا براسك تبارك الله عليه، اي محترمه محترمة على كل المستويات، حتى رينا الكوتشينج اللي ريناه بالنسبة للمدرب فريق الزهرة ريناه في التغيير الدفاع الضاغط اللي عمله زادة جاب أكله. نجم نقولوا أنا كنت نتصور مش عامل دفاع منطقة، قلنا واحد ثلاثة، لكن شد الصيف في الدفاع المحاصرة فردية على نصف الملعب وعلى كامل الملعب، كل واحد ورؤيته، لكن أبلى بلاء حسن وخلى الأربع نقاط. أيمن سخيري يقول لي الملعب النابلي فاز في مباراته على شبيبة القيروان 66-58. نرجع نتبعوا الكلاتش تايم المجنون 77-73، كرة منستيرية ياخذ وقته الاتحاد المنستيري، يحاول يمشي ل 24 سكوند بالطبيعة لأنه عنده بلوس 4 بوزيسيون. وائل عرقجي مع مراد المبروك يمشي ل 24 سكوند ياخذ الفاول،
اكسبيريونس كبيره من عراقجي لمومون هذم يعملوا الفرق في الملاعبيه الكبار في لي كومبيتيسيون الكبار كل كلاتش تايم انك تبانيك با في لي سكوند الاخرانيين كيبدا فريق راجع عليك ما تغلطش ما تعملش لي موفي شوا هذوما من النقاط العرقجي في الاتحاد المونستيري في الزهره ملاعبيه اللي عندها شخصيه كبيره وجاري مليح نهايه المباراه موحلي ومراد المبروك ورينا موحلي في البستير عمناول في مباريات صعيبه كيفاش رجع فريقه ورينا مراد مع ليكيب ناسيونال سورتو معناها الاوقات الصعيبه كيفاش يسدد دون خوف ويسجل 78 73 والامتلاك للاتحاد المونستيري 20 ثانية على نهاية هذا الحوار الجميل سكور محترم 78 73 يعني 151 نقطة بين الفريقين لي روبونديسمون في المباراة فريق يربح كارتون الأول فريق يربح دو كارتون وفريق يرجع من 18 رينا باسكيت نظيف إلى حد الآن يليق بسمعة الزهرة وبسمعة الاتحاد المونستيري مباراة وصلت إلى تقريبا نهايتها 18 20 ثانية بلوتو 20 ربيع. ثانية في الكورتا الرابعة الكورتا الرابعة فريق الاتحاد المونستيري سجل 12 نقطة في حين اللي فريق الزهرة 23 نقطة سجل في الكورتا الرابعة الاتحاد كمل 66 66 50 الزهرة 50 12 نقطة والاتحاد والزهرة 23 23 23 12 23 12 في كوارتر 11 نقطة بلس 11 الزهرة في الكارتون الرابع علاش قلت لك التغيير الدفاعي وفي التصويب كانت رجعت كيما في الكوارتر الأول كرة زهراوية محاولة البحث على اليوب ناجحة ناجحة من كريس كروفورد كريس كروفورد تقريبا مباراة كاملة ما ريناش عمل حاجة كبيرة لكن في الماني تايم ثمين وثمين جدا كريس كروفورد يعني على الجهة اليمنى سدد مرتين ونجح مرتين أربع نقاط ثمينة جدا في الدقيقة الأخيرة تقريبا ولا دقيقة ونص كرة الاتحاد المونستيري بلوس تروا ومعهم امتلاك الزهرة تطلع على كامل الميدان لمحاولة قطع الكرة أو أن تعمل خطأ مختار غيازة ثمانية ثواني مختار غيازة يقلب لعمر عبيدة زالوا خمسة ثواني أربعة ثواني ثلاثة ثواني الخطأ يعمل الخطأ كريس كروفورد لإيقاف الكرونومتر لأنه ترى أنه الزهرة مثلا طولت شوية باش عملت الخطأ ولا ترى أنها حبت تاخذ لو ريسك أنه تعمل أون ديفونس سون فوت لأنه على بعد امتلاك تقول لك نعاود ناخذ كرة الامتلاك الأخرانية فاش كان نعمل خطأ نقضي على بتدر الحظوظ نتاعي في المقابل راه الاتحاد المونستيري أنه عمل لي بون شوا وقت دوا كرة بالمرتاح صحيح لكن كما قلت ربيع اللي الفاول صارت في وقت كانت تكون في وقت قبل خير وزوز رميات ينجم اربع نقاط لعمر عبيده وجوستومون الزهره ما عملتش فات لانه تعرف الكل هتسدد في الاتحاد المصري ترجع تقول لك يعني نعمل خطا باش تمرك لي النقطتين هذا اللي حصل خذ له ريسك انه يقص كره 80 75 خمسة نقاط أسبقية الاتحاد المونستيري قبل ثلاثة ثواني مراد المبروك يبحث عن الحلول يلعب مع نزار كنيوة قبل ثانية نزار كنيوة تنتهي المباراة بفوز الاتحاد المونستيري في لقاء حتى على مستوى سكورين كي نشوف 80-75 يليق يليق بكرة السلة كي نشوفوا لي زيترونجي اللي موجودين يليق 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 كرة السلة كي نشوفوا لي زانترناسيونو كل شيء كان لائق اليوم في قاعة المونستير حتى الاحتجاجات اعطيني لارج على الاولاد تسلموا على بعضهم بالفيصل البيع لانه باش نفهموا العباد راهو تنجم في وسط المباراة ما عادش يعرفوا بعضهم بعد في اخر مباراة راهو الناس كل اصحاب الناس كل تسلم على بعضها وفما حتى مشكل وهذاك البون ايتا ديسبري بين مدرستين كبار بين الزهرة الرياضية وبين الحقيقة حتى هيستوريكمون راهو ملاعبية الزهرة لعبوا برشا في المستير وشافوا حتى القاب مهدي زويلي ولا فاموس جديده وعنده شعبيه كبيره ياسر وبرشا ملاعبيه حتى سيف العساوي وغيرهم لعبوا في الزهره يعني فماش مشاكل الحقيقه بين المستير والزهره كل كوتش يعيط للملاعبيه نتاعو اللي ربح يعيط للملاعبيته شكون لهم ما لعبنا حتى شيء وما صار حتى شيء
ويعطيكم الصحة، لكن فما حاجات مراجعة، واللي خسر يحاول يهز المورال للاعبين. ونذكر أنا باتريك سابا وقت اللي خسر في الزهرة مباراة البراج صفقوا، قالوا مش بكم حزانة صفقوا على خسارنا ضد الاتحاد المنستيري، منقوصين من ثلاثة والأربعة ملاعبين أربعة نقاط، قالوا لازم نبنيو عليه. هذا يعني شوف لو كوتي هيومان في المدربين كيف كيف اللي نجم يكون عنده قيمة كبيرة ياسر. برافو للناس الكل، خير برافو عليك، ميرسي. وزنا نرجعوا مرتين باش نعطي شوية انترفيوات في راسي خذنا من الزهرة ومن الاتحاد المنستيري بعض الاستجوابات في هذا اللقاء. فراس معها صفوان، تفضل فراس بن سعد. قلت فراس لحيني، فراس بن سعد فراس لحيني معنا مدرب اتحاد الرياضي المنستيري صفوان الفرجاني. صفوان انتصار مهم، تعزوا به صدرت ترتيب مرحله الترويج من بطوله كاس الصحراء. صحيح، سورتو كونتر ان كونكورون ديريكت، ثروازيام فيكتوار كونتر الزهره. خذينا ان بتي تيلون توا في الكلاسمون، براتيكمون اوني ا دو بوان من الدوزيام. كملنا الاولاني الفاز الاولى، خذينا لان بوان بونوس توا الحمد لله الاولانيين، وباش نكملوا نخدموا على رواحنا. اون اون بون ايكيب، الجوار تعاملوا عليهم عملوا ان اكسيلون ماتش، ديو اي ديبا في الماتش هذايا. اون ميتريزي سورتو لي 40 مينوت نتاعنا، كيما قلت لك لو بلوز امبورتون اما الناس لا فيكتوار، ونكملوا نخدموا على رواحنا ان شاء الله ماشيين في ثنيه صحيحه. يعطيك الصحة صفوان، ميرسي بوكو. معك هيا باتريك سافا، مدرب الزهرة الرياضية، كوتش. مباراة شفنا مباراة ممتازة بين الزهرة الرياضية والاتحاد المنستيري، في الآخر كانت الغلبة الاتحاد المنستيري. ما تشوفش أنه الفترة الثالثة هي اللي عملت الفارق بين نصف فرق اليوم؟ صح، يعني نحن وأنا بمشكلة الفاول ترابل، أوكي، لأنه في عندنا مس ماتشز، عندهم مس ماتشز علينا، يعني اسم الله ماجوك، مكرم، غيازة، فراس، سليمان. بس الحمد لله كنا عم نقاتل بأول شوط، يمكن صار استهلكنا كتير انرجي مشان هيك، وانه كانت ببداية مميزة عندهم بأول تروزيام بيريود، وطلعوا عملوا علينا 11-12 فرق، 12 نقطة فرق، وصلنا نحن اونلي سوي. يعني نحن دايما يعني بيصير معنا هيك ومنقاتل للآخر، ومبروك وهارد لاك لألنا. نحن بدنا نحضر لماتش كروان، واكيد في اغلاط لازم نشتغل عليهم. يعني ميرسي بوكو، يعطيك الصحه كوتش ربيع. نكملوا بواحد من نجوم المباراه، عمر عبيده. عمر، شفنا مباراه كبيره اليوم بين زوز فرق اللي يضموا تقريبا 80% من عناصر المنتخب الوطني، يظل لي هذه حاجه تشرف كره السله التونسيه اليوم. صحيح، قلتها، ماتش تلعب على دي ديتاي فيو الريشيس تاع لي دوز افكتيف. معناها كنا اقوى منهم سور لو بلان انتيريور اليوم، اون دوميني الداخل. فيك عندنا تاي معناها اطول منهم، نعرفوا الزهره تلعب سمول بول، عندها لي جور اكستيريور تاعها قويين، حضرنا لهم مليح بفيزيوناج بالونترينمون، حضرنا مليح لي جور اكستيريور نتاعهم سورتو لي شوتور. الحمد لله عملنا ماتش باهي، اما خساره الباساج فيد في الاخر دونك تاع لي كار سانونبيش، يلزمنا نحطوا ساقينا في ساقينا في القاع. يعطيك الصحة عمر، تفضل ربيع. شكرا لك، هكا يوفى هذا الموعد، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام. كان هذا لقاء القمة بين الاتحاد المنستيري والزهرة الرياضية، واللي خلى الاتحاد المنستيري يركز مرتبته الأولى ويزيد يدعمها فارق نقطتين على الكونكورون ديريكت تاعو. زهرة، يعطيك الصحة زهير، شكرا لك على إضافتك الفنية، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، وتصبحون على خير.